لكم من جديد، ودلوقتي هنقدر ان احنا ناخد فكرة او جولة كده عن حالة المرور، كثافات المرورية هل موجودة، هل في اي تعديل في المسارات او في اي اغلاقات. كل ده هنقدر نعرفه من خلال صورة حية ومباشرة من داخل الإدارة العامة للمرور. وزميلي عاصم الشندويلي المتواجد هناك، صباح الفل يا عاصم. يا صباح الخير والبركه والسعاده، تحياتي ليك يا جاد، وبرحب بكل مشاهدي صباح البلد من داخل غرفه العمليات المركزيه بالاداره العامه للمرور. اسمح لي يا جاد في البدايه كده نطمن الساده المشاهدين وتحديدا قائدي المركبات على كافه الطرق ان احنا عندنا مؤشرين في غايه الاهميه النهارده تحديدا، وهو تكون الشبوره المائيه في الساعات الاولى للصباح الناتجه عن زياده نسبه الرطوبه في الجو، والمؤشر الثاني وهو في وجود لحركه الرياح طبعا برضو النتيجة عن المنخفض الجو، وبالتالي ممكن يكونوا مؤثرين بشكل ملحوظ على الحركة المرية. عشان كده بنناشد كل قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر تحديدا في الساعات الأولى من الصباح وأيضا الساعات المتأخرة من الليل نتيجة وجود الرياح بشكل كثيف، والاتباع التام لكافة القواعد والإرشادات المرية والسرعات المقررة على الطرقات وتحديدا الطرق السريعة. كمان نطمن حضراتكم ان حتى هذه اللحظات لم ترد اختراق للاداره العامه للمرور تفيد لا قدر الله بوجود مشاكل على الطرق، وما ورد حتى الان هو سقوط بعض الاحمال البسيطه على منطقه البساتين من عربيه نقل كبيره كانت محمله مجموعه من البضائع، الامر اللي ترتب عليه وجود بعض الاحجام المروريه، وتدخلت على الفور رجال المرور وكافه الجهات المعنيه واعادت الامور لمجراها الطبيعي. عشان كده برضه يا جاد بننبه تحديدا قائدي المركبات اللي هم اصحاب النقل كتير لازم يلتزموا بالاحمال المقرره، لان زياده الاحمال هيعرضه هو للخطر، وكمان ممكن يتسبب لا قدر الله في اذى للاشخاص وقائدي المركبات على الطرقات. بنشدهم مره ثانيه الالتزام بالاحمال المقرره لقائدي المركبات الخاصه بعربيات النقل الثقيل. تعالوا بقى مع بعض ناخد جوله على ارض الواقع ونتعرف على حاله الطرق، اخبارها ايه النهارده الاثنين. اعتقد ممكن نقول البدايه الفعليه للاسبوع بعد يوم الاحد، واللي بتكون تحديدا بعض الاحجام المريه نتيجه فتره الذروه الصباحيه. نبدا معاكم هنا مثلا من بوابات تحيا مصر، حاله من السيوله المريه التامه، وجود فقط بعض الاحجام المريه على منطقه تحصيل استرتا، اللي جاي هنا من مناطق رود الفرج، وايضا جاي من كوبري رود الفرج ومناطق اسكندريه ومناطق اكتوبر، مرورا بكوبري تحيا مصر حاله من السيوله المريه التامه، وايضا الاتجاه الاخر به حاله من السيوله المريه التامه. نروح هنا لمحور السويس الاقليمي، ايضا في الاتجاهين حاله من السيوله المريه التامه في منطقه السويس الاقليمي. بن زايد الجنوبي اللي هو متواجد في منطقه العاصمه الاداريه الجديده، طبعا حاله من السيوله المريه التامه في هذا الطريق، وكمان شايفين حجم الانشاءات يعني ما شاء الله يوم بعد الاخر بتتغير وبيحدث تطوير مهول في هذه المنطقه الذكيه. كمان بننبه الساده المشاهدين ان تقريبا كل الطرق في منطقه العاصمه الاداريه الجديده بالاضافه للعديد من الطرق داخل مصرنا الحبيبه تم الحاق المكانه فيها، ويعني استخدام احدث اسلوب التكنولوجيا الحديثه لمراقبه الطرق وايضا ضبط المخالفات باحدث الاجهزه التكنولوجيه. نروح برضو مع حضرتكم هنا لمنطقه الدائري اسفل المريوطيه، اللي جاي هنا من مناطق اكتوبر ومناطق طلعت الرمايه او من الصحراء، ومتجه الى الزراعي او منطقه صفت في حاله من السيوله المريه التامه. واللي جاي هنا بقى من طلعت المحور او جاي من عند اول الدائري او من مناطق التجمع مرورا بالدائري ثم بعد ذلك مناطق اكتوبر في حاله من السيوله المريه التامه. وهنا نقدر نقول يا جاد في منطقه عمليه اصلاحات تحديدا في المنطقه المنحصره ما بين طلعت الرمايه او نزله الصحراوي الى منطقه المريوطيه قبل كوبري المريوطيه بحوالي 40 متر. الامر يترتب عليه وجود بعض الاحجام المريه في هذه المنطقه، عشان كده بنناشد حبايبنا اللي جايين من اكتوبر بدل ما ياخدوا الدائري وهم رايحين المعادي ممكن ياخدوا الطريق السياحي على طول اللي هيوصلهم على دائري المعادي ثم بعد ذلك الى التجمع وخلافه من هذه المناطق اللي احنا ممكن نستخدم فيها الطريق السياحي افضل من منطقه الدائري نتيجه عمليه الاصلاحات. نروح برضو مع حضراتكم هنا لاعلى قوس الجنوبي، وهو اللي جاي هنا مثلا من مناطق اكتوبر ومناطق اسكندريه ومتجه الى بوابات تحيا مصر منطقه شبرا في حاله من السيوله المريه التامه، وايضا الاتجاه الاخر به حاله من السيوله المريه التامه. وهنا نقدر نقول يا جاد برضو طريق بديل اللي جاي من اسكندريه وجاي من اكتوبر بدل ما ياخدوا المحور والدائري في فتره الذروه الصباحيه ممكن ياخدوا هذا الشريان الهام وهو كوبري رود الفرج اللي بينتهي به مباشره لمنطقه تحيا مصر في مناطق وسط العاصمه، ده الحل البديل وتحديدا فتره الذروه الصباحيه.
نروح برضو هنا لمنطقة الكنيسة. منطقة الكنيسة من المناطق الجادة اللي اتفقنا فيها عملية تطوير وتوسعة للطريق سواء في الاتجاه الأيمن أو الاتجاه الأيسر. الأمر ترتب عليه سيولة مرورية تامة رغم وجود الأحجام المرورية على الطريق، لكن الحمد لله رب العالمين سيولة تامة لم تؤثر هذه الأحجام على الطريق. وأيضا شايفين في منتصف الطريق هنا عملية الإصلاحات والتطوير مستمرة. نروح برضو لمنطقة المريوطية، وهنا اللي جاي من مناطق التجمع او المنيب او المعادي ومتجه الى مناطق اكتوبر في حاله من السيوله المريه التامه، وايضا اللي جاي هنا من دائري المعادي ومتجه الى اكتوبر او نجده الصحراوي او الدائري من عند منطقه المحور صفت في حاله من السيوله المريه التامه. ايضا نروح لمنطقة البساتين والمنطقة اللي احنا اشرنا ليها في البداية يا جاد اللي كان في سقوط بعض الاحجام الخاصة بالتحميلات اللي كانت موجودة على عربية نقل، ولكن الحمد لله رب العالمين يمكن الامور تماما يعني رجعت لمجراها الطبيعي، وزي ما احنا شايفين الحمد لله يعني رغم وجود احجام مرية ولكن الطريق ماشي يعني نقدر نقول. ايضا الاتجاه الاخر حالة من السيولة المرية التامة، وايضا نشير ان هذا الطريق من الطرق اللي تم تطويرها وتوسعتها بشكل كبير وبشكل افضل زي ما احنا شايفين على الشاشة. قصر النبي عند منطقة الدائري اللي جاي هنا من مناطق التجمع وجاي هنا من دائري المعادي ومتجه الى دائري المريوطية حالة من السيولة المرية التامة، واللي جاي هنا من مناطق المريوطية ومناطق اكتوبر ومتجه الى مناطق التجمع او المنيب او المعادي او مناطق السخنة في حالة من السيولة المرية التامة ايضا في هذا الاتجاه. نروح هنا لنفق الـ NA وهو طبعا هنا اللي جاي من مناطق شارع التسعين ومتجه الى زهراء مدينة نصر او طريق السويس في حالة من السيولة المرية التامة، واللي جاي هنا من طريق السويس او زهراء مدينة نصر ومتجه الى حدائق المعادي او متجه الى مناطق وسط العاصمة او محور او شارع البحر الاعظم في حالة من السيولة المرية التامة ايضا في هذا الاتجاه، وايضا منطقة الجولف بها سيولة مرية تامة في الاتجاهين. مهم برضو كمان يا جاد نشير ان في رقم مهم خصصته الاداره العامه للمرور للتدخل السريع لا قدر الله في حدوث اي مكروه لاي من قائدي المركبات على الطريق، وهو 0122-3-4-0 0122-3-4-0. ده الرقم اللي ممكن تتصل بيه للتدخل مباشر من قبل رجال المرور في حال حدوث اي شيء لا قدر الله على الطريق. طيب يا جاد دلوقتي الناس مثلا اللي ما قدرتش تتابعنا في الصباح الباكر وتتفرج على الحاله المروريه عبر برنامج صباح البلد ممكن كمان من خلال الرقم اللي احنا قلناه اللي هو 0122-3-4-0 يتعرفوا على الحاله المروريه ويعرفوا الطرق البديله، وايضا يعرفوا لا قدر الله لو في تحولات مروريه في المسار اللي هم ساكنين تجاهه. كمان هناك العديد من السرعات المقرره ويمكن دايما يا جاد بنحاول نشير اليها حتى يلتزم كل قائد المركبات بهذه السرعات يعني تجنب الوقوع في الغرامه او المخالفه عن طريق الرادار، زي مثلا طريق السياحي اللي احنا قلنا بديل مهم جدا حبيبنا اللي جاي من اكتوبر ورايحين التجمع ياخدوا افضل من دائري المريوطيه، السرعه المقرره فيه 60 كيلومتر في الساعه. ايضا الطريق الدائري العادي او القديم السرعه المقرره فيه 90 كيلومتر في الساعه. اما طريق شبرا بنها الحر السرعه المقرره فيه 120 كيلومتر في الساعه، الطريق الزراعي السرعات المقرره فيه 90 كيلومتر في الساعه عدا المناطق اللي فيها مدن، ايضا السرعه المقرره اعلى كوبري اكتوبر 60 كيلومتر في الساعه، ولكن ايضا 40 كيلومتر اعلى كوبري اكتوبر في المناطق اللي فيها نزلات عند منطقه وسط العاصمه. السرعه المقرره داخل المدينه بشكل عام 60 كيلومتر في الساعه وتحديدا في منتصف المدينة أو في القاهرة الكبرى، وكمان طريق مصر اسكندرية الصحراوي السرعات المقررة فيه 120 كيلومتر في الساعة. دي كانت إطلالة سريعة يا جاد ويعني تفاصيل مهمة جدا سواء خاصة بالحالة المرورية أو أيضا السرعات المقررة على الطرقات. تحياتي ليك مرة تانية يا جاد، ومرة تانية نعود لحضراتكم مشاهدينا الاستوديو عشان نستكمل باقي فقرات برنامجنا النهاردة من صباح البلد. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلي عاصم الشندويلي متواجد من داخل الإدارة العامة للمرور، واطلعنا على يعني حاله الطرق والكثافات المروريه، وان لم يكن تقريبا ما فيش كثافات مروريه الا طبعا اذا في حال بيكون في يعني عربيه نقل وقعت او في حاجات نزلت، يعني الى حد ما نقدر نقول الحاله المروريه كويسه جدا.